إن السيد المسيح في ليلة آلامه، أي في آخر ساعات قضاها في هذه الدنيا وهو على العشاء مع تلاميذه، عرف أن ساعته قد حانت ليعبر من هذا العالم إلى الآب، فلم يشأ أن يتركنا أيتاما، بل أراد أن يبقى معنا في شكل سري حقيقي وجديد. في إطار ذلك العشاء الفصح الأخير، أخذ يسوع خبزا وشكر وكسر وناول تلاميذه قائلا: هذا هو جسدي. وكذلك بعد العشاء أخذ الكأس وقال: خذوا اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الجديد الذي يهرق من أجلكم. ثم أضاف قائلا: اصنعوا هذا لذكري. إنها إرادة المسيح الصريحة، اصنعوا هذا لذكري، وهذا ما فعله الرسل، وهذا ما نعمله نحن أيضا في القداس. ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى بستان يدعى جوسيماني، وقال لهم: اجلسوا هنا حتى أذهب إلى هناك وأصلي. أخذ معه بطرس وأبناء زبدة، فبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، ابقوا هنا واسهروا معي. المجلس عند قيافة، فقبضت الفرقة والقائد وحرسوا الهيكل على يسوع وقيدوه وساقوه أولا إلى حنانة وهو حم قيافة ورئيس الكهنة في تلك السنة. قيافة هو الذي أشار على اليهود بأنه من الأفضل أن يموت رجل واحد فدا الأمة. وتجسس يسوع أمام السنهدرين، أدان رؤساء اليهود يسوع بالموت لأسباب دينية، ولكن ليس سوى الحكومة الرومانية يمكنها أن تصدق على عقوبة الموت. من أجل هذا أوثقت يدا يسوع بالحبال واقتيد مشيا على الأقدام مسافة 1500 متر إلى قلعة أنطونيا، حيث يقيم الحاكم الروماني بيلاطس. بعد أن اتهموه بالخيانة العظمى وبالعصيان خلال الاستجواب، فهم بيلاطس أن يسوع بريء ولا يشكل خطورة على روما وارتأى. فيما أن يسوع جليلي، فإن مسئلته تعود إلى السلطة المحلية في الجليل إلى حاكمها هيرودس عتيقة. عند هيرودس، الجلسة الثانية أمام هيرودس، انطلق يسوع وحارسه نحو قصر الأشمونيين الذي يبعد حوالي قرابة 700 متر. كان هيرودس قد سمع الكثير عن يسوع وعن عجائبه، وكان يرغب جدا في مشاهدته، لكن يسوع كان يحتقره ولا يعترف بسلطته ويصفه بالثعلب. لهذا فقد لزم الصمت أثناء الوصول أمامه. في هذه الأثناء قام هيرودس وحراسه بتحقير يسوع والاستهزاء به، وألبسوه ثوبا أجوانيا وأعادوه إلى بيلاطس. عند بيلاطس مجددا، الجلسة الأخيرة أمام بيلاطس. لم يكن بيلاطس يحب رؤساء اليهود، كما أنه لم يكن مهتما بإطلاق يسوع. لعلمه بأنه بريء، سأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أنت قلت أني ملك. فاستمر بيلاطس باستجوابه، ولما رأى أنه لا فائدة وأن فتنة تكاد تنشب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع وقال: أنا بريء من دم هذا البار، فانظروا أنتم في الأمر. ردوا جميعا: ليصلب ليصلب، وليكن دمه علينا وعلى أولادنا. قاسية هي طريق الجلجلة، طريق شهدت على خطى يسوع المقدسة، رسمت بدماء آلامه المبلحة بمر أوجاعه لتصبح درب الخلاص. حمل يسوع الصليب حاملا معه عذابات البشرية، أحزانها ومخاوفها، معبدا طريق الرجاء راسما درب الأمل. حمل يسوع الصليب ومشى على درب الجلجلة، تحمل العذابات وثابر رغم آلامه المبرحة، سقط من ثقل صليبه ولم يستسلم، غلب الضعف وأكمل دربه فوصل إلى درب الخلاص. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب
لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. أيها الآب السماوي، نشكرك على إرسالك ابنك الوحيد إلى عالمنا، فسار في موكب مهيب إلى أورشليم ليحتفل بعيد الفصح بآلامه وقيامته. دعنا نستقبله ملكا علينا ومسيحا مخلصا، ونتبعه في طريق آلامه إلى الصليب، فننال نصيبا من نعمة صليبه مقدس والصحة والشفاء لبلادنا وشعبنا وعالمنا، ونفوز بالقيامة والحياة الأبدية بشفاعة أمنا مريم العذراء أم الأوجاع. آمين.